حياتي انا النبلولة اللي تحب لي تخلو معايا، وانا تنت محن ترقشتي وتعذبته، وقع الملدان شافوني وطاوري داعو، والبغيت ديالي يبقى راسي. وليني شنو اللي ديال قناتك؟ هادو القناه، وليني هادو زعما دارو قناه الراتب. عاد فهمتني قالت هي راه ماشي معانا، راه دارو الراتب. لا انت مستعديه تعيو معاهم تاكل، تعيو معاهم ويعاونهم ويسهل عليهم تاهم. انت سمعي ام سعدي، دابا نجوى طلبوني المتابعين ندير لها قناه هي وادم، ولكن انت في الاول كان بقى في كل حال كتسحبي من دخلوا القناه ديالك. انا القناه ديالي ما يدخل معايا حد، حيت انا كل شيء الشعب كيدوي معايا. مره داخل بالقهاوي بالدرقه لي كل شيء، ملي نخرج كل شيء كيتكلم عليا. ما بغات حتى واحد يشاركها في القناه، ما بغات حتى واحد. انا هذا القناة ديالي وديالكم، في غير حنا. وليني هما دعيو معاهم، يجي عمهم تما مساكن، هذاك الوليد باقي صغير، خلص هو مسكين اللي عاونو، لعبو راه زوين، وهي تا هي مسكينة بغات هي تكون معاه. عاونوهم بعاد علينا حنا، حنا بعاد علينا، حنا ديالنا بعدنا، هما ديالهم بعدهم. نتوما دعيو معاهم الله يسهل عليهم، وحنا اللي غنعطوهم راه كل غياخد اللي كتب ليه الله، كل غياخد رزقو. الله يسهل عليكم ويفتح عليكم بيبان الخير والتيسير. حتى انا انت كتشوفيني سارة اللي ما تشري ليا الدواء، اللي ما تشري ليا الدواء. صحوا وقالوا لي تزوجي ما نتزوجش، شاي والرويجل ولا خدمة، داكشي ام سعدية ما كيتقالش. ايوا المهم الله يتبت العجر. شوفي هلا دويت عليكم، هلا دويت عليك، ربي يخليك ام سعديه. انا دويت عليك، دويت على ام سعديه. قالت لك فوتي ليا قناتي، ديري جوج. قالت لك ام سعديه ديري قناه جوج ثلاثه اربعه عشره. اش قلتي لها فوتي ليا؟ ولينا اختي تعرف الدوي، اختي خويا احبابي، نتوما راه ديالنا وراكم منا وحنا منكم، وحنا كاع مسلمين، حنا كيف كي كنتوما كي حنا، هانتوما حنا، نتوما نتوما انا ديال حنا، واخا درنا ديالنا لربنا، نتوما رانا كنحبوكم، نتوما تحبونا. ندخل راسي بالفن. قالت لك ام سعدية شنو؟ سلام اخوتي المشاش. حبيبي المشاش قالت لك ما يدخلوش، عاودني منك. ام سعدية قالت لك حتى المشاش ما يدخلوش. لا لا هادي مازال ما جبناش مولات المشاش، وكتسلم على المشاش. انا نقول لك قالت لك المرأة وبلاتها كيدير الضيقة، عندك ثلاثة الأولاد، ولدك صغير باقي صغير. شوف أم سعدية، لا بغا تجي مرحبا بيها، وليني تجي مشات ليا. مالا وقفات شحال الأصنام؟ مشات يعني يا حرقة. أم سعدية فرحانة بزاف ملي شرحت ليها، وعرفتي شحال بقات خاصني واحد الساعة وأنا كنشرح لأم سعدية بأن القناة ديالها بوحدها وقناة نجوى آدم بوحدهم، وفرحات ليهم بزاف. ما يعاونهم، ما يسهل عليهم، أنا ما نعتدهمش لا هو ولا هي، ما يسهل عليهم. ربي يخليك أم سعدية، غادي حنا ما راكي عزيزة علينا قسما بالله. كلشي كل واحد غادي ياخد رزقه، والنبي كتب لك ما هو اللي هكش الزي عامل، النبي كتب لك ربي يا ربع يا ألف هنا تلتالة فيها، الله يسهل ويجيب الرزق. الله يخليك لينا أمي السعدية، ربي يخليك طول عمرك ويخلينا سارة. امين يا ربي، الله يحفظها ويخليها لوليداتها. خلنا لوليداتها وهي اللي جا معانا، داكشي اللي كاين اللي جا مع الثمن، وطول عمرها. امين يا ربي، ويعاونها ويسهل عليها. امين. على وليداتها. امين يا رب. وتحمروا جنان تدخلهم، كل شيء يدخل، سكره جديده، كتب جداد. الله يجزيك خير. اصدقائي صديقاتي، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم لقناه نجوى وادم، الله يدخل عليكم هاد العواشر المباركه مسعوده باذن الله، ان شاء الله توصلوا للمبتغى ديالكم. ان شاء الله نجوى قررت بان غادا تقرا الطبخ، كنت انا كنت قلت لها غادا تقرا داكشي ديال لاكوافور، هي اختارت الطبخ. ان شاء الله القناه ديالها هم تزيد القدام، وبغات تعالج من
شكرا لكم صديقاتي اصدقائي على الدعم ديالكم لامي سعديه، على دعواتكم امي سعديه، على الحب ديالكم امي سعديه، وكذلك النجوى والدعم ديالكم النجوى. نجوى هاي نجوى. السلام عليكم البنات، خوتي خواتاتي، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنتمنى هاد القناه تنجح حيت انا باغا ندهوي راسي من البرص تقراي بعدا. ما تحاولي ما تعقدكش هاد معقده امي سعديه البرص ما ايه معقده، راه غادي تحيد لك راه. مالك امي سعديه كضحكي؟ هذاك اللي قلتي ضحكتيني، عمري ما ضحكت ضحكت اليوم. البنات كضحك على نجوى، على القناة اللي دارت نجوى. أويلي أمي السعدية ماتت بالضحك، قالت لك شكون؟ قولي قولي أمي السعدية مالك؟ خواتاتي خوتي صباح الخير عليكم، وشخباركم؟ وكي دايرين؟ كي دايرة الصحيحة؟ والوالدين وميمتك وباك والعزيز عليك، وبارك العواشر، وبارك عليكم هاد الشهر، دخل علينا بالرزق وبالرحمة وبالعفو. تيلا تركي تيلا شكا ضحكي سعدية، قولي لي ضحكيني معاك. ها ضحكيني معاك والله العظيم الا ضحكتيني بداك الهضر اللي قلتي لي التراكتور لك ما حنا تلعب هنا تحرينا. انت يا ام سعدية انا ندور النجوى. والله ما فهمت مال تحكي لي قالت لي حنا صحابوني وجينا دايرة ديك في ديال إخوان مختفون. السلام عليكم البنات، مسيدية مسيدية كتشير من شرجم. أيوين سيري حدا مسيدية، سيري لها مسيدية غير شوفي كيفاش غدا تهضري ملي غنبدا نصور الفيديو. السلام عليكم البنات، علميني مسيدية. السلام عليكم البنات الأولاد يا صحاباتنا يا صحابنا، حنا راه حوايج مباركه متعوده عليكم، هاد الشهر يدخل عليكم بالرحمه وبالعفو وبالرزق وبالرحمه وبالعفو، ويسهل علينا وعليكم، خلي ليكم والديكم وخلي ليكم ماتكم وحبابكم والعزيز عليكم، الله يعاونكم، هاد الشهر الله يدخلوا علينا وعليكم بالرزق. يلا النجوى ديالي المسعدية كتعلم نجوى كيفاش تهضر في القناة. يلا كيفاش تقولي نجوى؟ السلام عليكم. قلت لك في حمزة عليكم السلام عليكم، وكدايرين واش اخباركم؟ وكدايرين مع الصحة؟ وعزيزكم باركة متعودة عثمان يدخل عليكم بالصحة ومن هنا وبالرزق لينا وليكم، وعزيزكم باركة متعودة. السلام عليكم، كيماك واقفة قلت لهم قادي خايبة منهم حل حلقك هاضري. دوي قالت لك بسعدية دوي انا دوي ولا دوي قدام. السلام عليكم البنات والولاد حبابنا وديالنا هاذي علميني يا امي السعدية ما كنعرفش اويلي قديت يا ام خالد ولا لا خطيت تدودي معايا دوي انت يا امي السعدية كتعرفي مالك امي السعدية دوي في قناتك انا مطدي راه خطيك دوي على راسك انا خصك انت تطلعيها لي اويلي هادي واقي نفا انا راه خصني كندوي على راسي كي موسى دي خاص لي طلع انا ما كيبغونيش كنقول لهم راك عزاز عليا وانتم امك كتبوا خواتات واخا انا مدوب لما الصباغ وجيه الصباغ وجيه خايب كيبغونيش
لا كيبغيوك ام سعدي والله حتى المغاربه كاملين كيبغيوك والله العادي. انا ندري حيدي فمك تكلمي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مشاشكم كلاب. خدوني يا بالضحك. شنو قالت ام سعدي؟ السلام عليكم خواتاتي خوتي دابا بحال تقولي هويلي ما فهمت والو. سلمت لها مشاش والكلاب. شنو مشاش والكلاب؟ يعني اللي عندهم في الدار. ها ولاد الحضر زعما قبلكم الدنيا خايبه خايبه غطوها. السلام عليكم خوتي اخوتي احبابنا ديالنا ديالنا احبابنا خوتنا شكرا بارك الله عليكم. أولا الجابة في المشاش والكلاب هذه مسمية ما يدخل عليكم هاد الشهر. شنو هو صوتك السعدية؟ ما صوتك مش أنا ما قلت لك نوريها زعما. كتوريها؟ كنوريها ما تقول قلت لها الحق من طريق صافي ما فيهاش غير السيدة. والو مالك العادة اللي كتبتي عليا وريها لي. تكلمي وسعي الدوخ فين تناسي؟ شدني الدوخ متكعبش يسديري. اختي اللي بغيتي ديري نجوى 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 ضربه بالراس. ضربه بالراس ننسى ستار ننسى. لا هذا مضروبه الراس قلت لك انا عمرك ما تضربي الراس. الضربة هاد الحم هي وراتها هي عمرني ضربتها. لا المهم ما عندنا تقبتها كما نقول لك عندنا اللي نهزها فوق التداري كما نهزها فوق التداري. شي ما نهزهاش انا ماشي سوق انت اللي ضربتيها قبيله. وقال مالي انا ما ضربتها سيري قيدي بيا لا انت ولا هي سيري قيدوا بيا انا كنت فيها والله هنا انت اللي ضربتيها. كنت عمر انا ما عندها ما نتصورها انا راه نضرب راسي انا موت ونطبخ تما هنا ونصيفط كوريا تاع مراتا عايله تاع الخوان هذوك الخوان مرانا كاع نعرفهم والله هنا قلت لك هذا زادو خمسه تاع جابو الداري تطبيق مالي تقيد بيا يا انا بغا نضرب انا راه الله شري زوان شركة وجي وقولي ما هما تبابي تحمرات غاهية نجوى أدان تعال بابا شوف نجوى مالها. إيه مسكينة خلي عثمان مع أنس. ما أنا مي ما أنا قلنا نتمشى تسد الدوخ عطيتها زيب راسي قلت لها حيدي الزيب لك حل عطيتها الزيب الأبيض قلت لها حزمي راسك وسيري تكاي راه غتموت. أنت اللي ضربتيها. سيري شهدي بيا سيري الكوميساري قيدي بيا شنو غديري سيري الكوميساري قيدي بيا وشهدي ليها طيبتيني الحد صافي اي والله هما يسولوني انت اللي ضربتي انا مالي يا ويلي سيري تبع تخلع علينا انت ولا هي هزي البنت انا ما نهزش هذا تبع انا تخلعيني انا راه طلعت زيد ورات ضربت انا وجهي وصيفطت عباد الله غنتوما لي بيديكم ويلي ويلي ادم جامع اللي قرات فيا رانا انا اللي محايد الواحد شوف اختك مالها قلت لها نوضو نهزو انا وياك امسيك هنا خليها خليها راه غتموت خليها نجوى 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 من السعدية ما عاد عطيتي زي براسي مالك ماشي سوقي انت اللي ضربتي ادام سيري شكون اللي ضربها؟ الكوميساريه من السعدية من السعدية اي سيري 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 الكوميساريه كتنفس ادام؟ لا ما كتنفسش قطعة الطي سيري الكوميساريه قيدي بيا يلا يلا ادام يلا نخرج عطيني كونتاكت تاع الطوموبيل نخرج يلا نخرج هذا ما تفيق نوض حيد هنجبد الريحة ندير انا حالة راه ديما هي كتكتجي هاديك الدوخة ماشي عادية
هذاك القلب حنا مشاميه كل شيء كنعرفو. الجوع 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 وبارك انت حراميه تبارك. اه اه هذه الجوع الجواق 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 ها الجواق مابقاتش كتنفس امي سعيدة. انا كنضحك على بنت الحرام فعلا ثقي بيا هذيك راه شيطانك. نجوى ما تخلعنيش حبيبة. خلعتينا هو نوضي سعيدة مابقيتش تضربي انا مزيان وقالت لا ما نضربهاش مابقيتش تضربيها لا حلفي نجوى والله نجوى نوضي يا بنيتي حبيبة ابني امريكي نوضي نوضي الخليجه ديالي نوضي نجوى 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 شوفي فيخي فيخي كبيده حبيبه نجوى نجوى البنيه حبيبه اقعد يا ماما نقعد يا عمرنا ما نعاودو كويس حبيبه وفيخي فيخي ماما فيخي الله يديك نجوى نجوى هاتي انا عين ديال هنا في هدي هدي لها ندير لها لا خليها هكا مرتاحة خليها ورينا مخدرة مخدرة مابقيتش تضربي يا سعدية وصافي دابا بقيت تضربها غنوضي أمي سعدية دابا إلا ماتت أنا اللي سولوني نقول لك آخر وحدة ضربت هي السعدية هي أنا غنمشي لحد طابي ياك ما بردي بردي ياك بغيت تبتلي على الحرس راه صيفطيني حرس مالو غادي يقتل نمشي لحد فيك صافي وأنا يلا أنا حتى نزيد وراك من براسك أدام أدام أمشي جيبنا لما قلب رانا مشي طويلك الضحك يا من زعلان يا الحرامية من درتي بحالك عاد الله وحالك يا قحيبة عاد الله انتي من القحبة قالت يا ديك انا سيبتكم كان الحل انا لكم غني نضرب راسي في رضوان صيبتكم الحل وجهي كلها مرتي يا ريح وشحال بنتك يا بنت الحرام وشحال عمك تك نعاد الله وعليك الحرامية يا كل نفس حدا تحت وجهت لك الزيب لك الزيب ولا نحكي انا بنت الحرام عرفتي ليش ما قالت لك نضرب راسي تا انا ماشي زوان ونديرو داي 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 يخرج مصطفى ونديرو داي 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 ونديرو داي داي وخلينا نوضو نصلي وعودو بلا التراضي رانا نودن ودن نوضي تصلي يا سهرة الله يرضي عليك بيدي انا كنت عزيزة عليك راه سيري صلي انا ام سعدية قلت لك راه ما غنصليش حتى نهار الاثنين ان شاء الله واش ما بغيتيش تدخلي على راسك واخا ودخلي على راسك حتى الاثنين باذن الله ما بغيتك حل بغيتك تمشي للجنة بغيتك تمشي للجنة سعدية انا كل يومين ما صليتش فاش وهاتني لا انا بغيتك تصلي انت يا بنيتي
عزيزه عليا امي سعديه يا كنا كنصليو انا وياك بجوج اييه وهاد اليوم راني مريضه فيها واخا ما كاين ما الدنيا هانيه دابا انا غير يومين مياكش عليك صافي صافي انا بغيتك تدخل الجنه هادشي اللي بغيتك بنيتي بغيتك الجنه انتيا حين دايره غير الخير ما دايرهش العار نوض 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 وامرجت لينا النجوة وامرجو تحت اخوتي تحوى غتموت وتخلعت وتخلعت من المسيكينة ودريبو ملبينة وتخلينا وتخلينا ونبحانا ودريبة والله تبقات بيا بحالة تخلي على الله ام السعودية كنتي غتمشي للحبس ايتي انا رجع من خدم الحبس شي انا مخطيتين هي بقات فيك بصح والله تبقات فيا وين ياك بزاف على النكتة كل قول بصمات ديالك بصمات بانك ضربتي تمشي للحبس مساتي راه دعدت لها كنت بعدا ودرت لها راه ملي قلت لها تقولي ما كاينين السطوله السطوله كاينه وتقولي السطوله ما كاينه وراه هذيك غيلقاو صبعانك مصورين ويديوك الحبس انا بقيتي فيا انت قلت سعديه غادا تدوز داكشي اللي بقى في عمرها في الحبس لا لا حتى تديت شويه ناكلو ولا تعمل لي صاحبتي ما الحبس اللي مشيت لي غنموتو مالك حبي غدا نشقر عندك هذا ماكلو الناس والمانطا وهادي والناموسية تي مالك حبس غادي نخاف منه كل ما تتنجوى والله لا تمشي للحبس تي سيري مات مالا مشيت قزيتها درت لها بحال ولدك ملي قزو منها ولدك كون قزو قزو اخرى كرا دري مات انا خارج بعين وسمعي هي قالت لي انا بعد السعدي ما عدتيش معاه نخرجها منه وتخرجها مني بعد ما انا والله ما كان نجوى والله تنضرب راسي بزيزوار والله أويل والله تنهودو من هاد الليل ما انا تعرف غاية تفتني ومشي انا وياها زوج ايوا وهي امي سعدية قالت لي انا بغيت نخلعها باش تعطيني بتيسة اش قلتي لي انا راه ما نتخلعش انا شنو غير ما كنتخلع اه بغيتك تفيقي شنو راه عمرني نخلع ما كنتخلع والو تبغي نخلع كون خارجه منك شي اي تخلي مني والله ما نخد تخلع انا نشد لي زوار نضرب منين ياك والله يا بنيتي داك النهار راه ضربات يدها ياك انت هاك ورا الضربه اللي ضربت يدك لا هذيك ضربتني هي انا ضربت انا الاولى لقيتها امي سعديه ما عنديش طفار انت بغيتي تقمشي ودرتي هكا ومشيتي راسك لا لا شوفي هذيك راه نجيب المصحف ونحلف انا وياك ونكرجها بك هادي راه ضربتيني انتي وراها برات بعدنا غرات غنشوفها هادي والله تا ضربتني هي انا نحلف بالمصحف انا الاولى ضربتها قلت لها علاش انا فين كنت متاخره نسيتي متاخره وتعطلت وضربتها وهي خمشتني علاش ضربتيها خمشت تعطلات شحال ويا تاكلت تخلعت عليها قلت لي داولي ولدك ويني زرع الدريه كاع ما كاين حدا دابا راه دابا هانتي دابا راه خطبه من عندي مول الدجاج في العشيه غيجيبوا الخطبه شكون هي هي انا دابا غندير الصالون نصوب لها لا شوفي غادي ياخذها الولد اللي بقاوه هذاك اللي لبس عليه قال لك مول الدجاج كيخرا غياخذها الولد اللي بقاوه لا انا عطيتها لمول الدجاج غيجيبوا في العشيه السكر وداك الشيء غيجيبوا السكر غتعطي مال الكلمه هذاك اللي باقي عنده غير هو وما عنده حد انت شكون باغا كيف هذاك وباقي تغير قالك باغا مول الدجاج انت باغا مول الدجاج ومنيتي ما بقاتش في الدين هذا راه عندهم طوموبيلتو وفلوتو عندهم الفلوس في البنكة ولكن مول الدجاج زوين ودا بقات في الزين حسقة الزين راه بنت الزهرة راه بقاها مول مول هذا قالت لي وما نتزوجش بيك وما ناخذوك من الزهرة كلشي انا مول الدجاج ايوا راه كتموتي عليه دابا دابا يدوز على كلمة دبر الراس كان ماشي سوقي ماشي سوقي هذاك لما بغيتي راه طلع البنات دابا طلع البنات دبر دبر الراس ماشي سوقي انا بيناتكم هي امي سعدية انت دابا ماشي سوقي بيناتكم داك السوق بيناتكم شناهو قالت لك انت كدابة ومخلويضة انا كدابة ومخلويضة انا باغا نعرف دابا يمك سيري تخرج بيني وبينك وخدوي معايا يلا تلقيني لا عندي من خلويده نوضي لك حيوانات نوضي راه عارف كل انا قلت لها درت في البيت انا ما تيش معرة سامي غنديرها بيا انا ويلي ويلي دبر راسها انت
مشات الدور الدور ناس ياخذوا يتزوجوا بالمقادين وهي مدبرات على مول الدجاج مدبر عليه والمايله بالزوره كو كدير وبات عليها وفراكو الزهر نجوى عند الزهر عند الزهر ما قالت غيرها عند الزهر كلشي كيبغيها وباغي يتزوج بها شوفي هي كتقولي باغا نتزوج حتفي ما تكدولها لهم بالزنقه انت كتقولي غلطه اش كتقولي ماني انا حمارة بلاتي بلي خلاتها تمشي نجوى ري لي الكرسي لا كتقولي ما انا باغا نتزوج.